نجمة من النجوم اللي اتصنعوا في الأهلي، والحقيقة هي كمان يمكن شاركت في معظم البطولات العالمية، وكانت يعني فعلا ابنة من أبناء النادي اللي اتعلموا كتير جدا داخل جدران. مشرفاني النهاردة جيانا فاروق. أهلا بيك يا جيانا. أهلا وسهلا بيك. أنت اسمك حلو قوي على فكرة، يعني إيه جيانا؟ والله هم قالوا ان هو اسمي اله للجمال، بس قالوا لك ان انا ما لبستش. قالوا لي مش تتاكدي هي ماما هي اللي قالت، بس يعني الاسم مش على مسمى يعني. ليه الكاراتيه؟ والله انا الكاراتيه جه معايا بالصدفه. انا اصلا كنت بلعب سباحه برضو في الاهلي، وكان عندي حوالي 6 سنين، وكان البول بتاع السباحه جنب صاله الكاراتيه، فخلصت تمرين سباحه وطفله بقى عندي 6 سنين بلعب. كان في تمرين كاراتيه شغال، فانا حتى ما اعرفش اللعبه دي اسمها ايه، انا لاقي ناس عماله تضرب في بعض وصوت واصوات وبتاع، فاللعبه شدتني، فقعدت اتفرج لحد اخر التمرين. بعدين بعد ما التمرين خلص وكده واحنا مروحين، قلت لهم انا عايزه اجرب العب اللعبه دي، وجت كده معايا بالصدفه موضوع الكاراتيه. حلو قوي. وانت بقى من عندك 6 سنين لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي. احنا هنطلع نشوف تقرير عنك، تقرير ده يعني بنقول انه تقرير ترحيبي بيرحب بضيوفنا، وهنطلع نشوفه مع بعض عن جيانا أكتر ونرجع تاني. هي واحدة من العلامات المضيئة في لعبة الكاراتيه، وواحدة من النجمات الشابات التي فرضن نفسهن على الساحة الرياضية بالرغم من صغر سنها. أميرة الكاراتيه الذهبية جيانا فاروق. بدأت جيانا فاروق ممارسة الكاراتيه وعمرها 6 سنوات من خلال النادي الأهلي، بالرغم من ممارسة السباحة في البداية، إلا أن لعبة الكاراتيه خطفت قلبها لتبدأ معها مسيرة من الإنجازات وتدخل عالم النجومية من خلالها، حيث بدأت جيانا الانضمام إلى منتخب الناشئات عام 2009، وحققت المركز الأول في إفريقيا والبحر المتوسط وخامس بطولة العالم. وفي عام 2011 استطاع جيانا الحصول على ذهبية بطولة العالم للشابات في ماليزيا، وبعدها ذهبية بطولة العالم في إسبانيا عام 2013. وانضمت البطلة جيانا فاروق إلى صفوف المنتخب الأول لفراعنة الكاراتيه عام 2013، حيث حققت ذهبية البحر الأبيض المتوسط في تركيا، بينما حصل جيانا على لقب بطولة العالم للآنسات مع المنتخب عام 2014 على المستويين الفردي والجماعي، كما حصلت على لقب بطولة العالم تحت 21 عام في إندونيسيا عام 2015. وفي عام 2016 فاز جيانا فاروق ببطولة العالم للآنسات، وحققت في عام 2018 برونزية بطولة العالم. وتعد جيانا فاروق أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتأهل لأولمبياد طوكيو 2021. وتعد اللقطة الأبرز في مسيرة جيانا فاروق حينما كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرياضيين من أصحاب الإنجازات في دورة ألعاب البحر المتوسط والتي أقيمت بإسبانيا، وكانت من ضمنهم أميرة الكاراتيه الذهبية أو الفتاة الحديدية للكاراتيه حسب ما تلقب، وهو الأمر الذي يبرهن على أن النجمة جيانا فاروق بطلة صنعت في النادي الأهلي. أكيد أي بطل علشان يوصل للعالمية والنجومية دي ويقدر يحقق الإنجازات دي بيكون أكيد مر بصعوبات أو تحديات كبيرة جدا يا جيانا. ايه هي التحديات او الصعوبات اللي مرت عليكي في خلال مشوارك ده؟ لا هي كانت كتير بصراحه، يعني بدايه من ان احنا علشان نوصل مثلا للمستوى اللي احنا بنلعب بيه دلوقتي ده، مثلا على الاقل بنتمرن من 3 لـ4 مرات في اليوم، كل تمرين من ساعه ونص لساعتين، يعني تقريبا اجمالي 8 ساعات في اليوم عشان اقدر احافظ على مستوايا لمده 6 ايام تقريبا في الاسبوع، يعني باخد يوم واحد بس راحه. ده غير ان انا كنت بدرس صيدله، انا خريجه صيدله القاهره، فكان برضو ان انا انظم مذاكره، كليه صيدله كليه صعبه، فانظم مذاكرتي مع التدريب ده برضو كان صعب وكان محتاج مني مجهود كبير. الاصابات اللي بتحصل خلال اللعب، وان ساعات بتيجي الاصابات دي في توقيت انا ما ينفعش اوقف فيه منافسات او تمرين، فبضطر اكمل تدريب والعب المنافسات بالاصابه اللي عندي. بتقدري تعملي كده يعني
المفروض لما تتصابي تكملي ولا تاخدي راحه وبعد كده بقى نشوفك تاني؟ ما قدرتش اخد يعني حصل في الفتره الاخيره بتاعت التاهيل ان انا جات لي اصابه وللاسف ما قدرتش ان انا اوقف توقفي. بطولات او اوقف تدريب لان كان هياثر على مشوار تاهيلي. فاضطريت ان انا اكمل على الاصابات اللي عندي لحد ما التاهيل خلص. يعني بقيت اللي هو بحاول ان انا اتعامل معاها على قد ما اقدر او اعالجها في وسط الشغل. يعني ما قدرتش ان انا اوقف شغل او ما قدرتش ان انا اوقف البطولات بتاعتي. يعني اسرتك كانت بتساعدك ازاي؟ كانت بتقدم لك الدعم ده ازاي؟ والله هم يعني ليهم الفضل طبعا بعد ربنا في كل اللي انا وصلت له من وانا طفله وهم معايا وبالاخص يعني والدتي. كانوا موافقين اصلا على موضوع الكاراتيه ده ولا كان في اعتراض في الاول؟ مامتك قالت لك يا بنتي كاراتيه لعبه مش ليكي وفكري في حاجه تانية لا يعني لا خالص. كان رايها ايه؟ كانوا مشجعين الفكره جدا في الاول يعني. هي كانت الفكره برضو بالنسبه لهم ان احنا ايه حاجه اتعلم فيها دفاع عن النفس مثلا علشان مثلا لو تعرضت لموقف حد ضايقني بتاع مش عارف ايه اعرف اتصرف. ما كانش في دماغنا فكره الاحتراف خالص ان انا احترف اللعبه أصلاً. لا هم كانت يعني فكره الرياضه بالنسبه لهم ان احنا بنمارس رياضه علشان تشغل وقت الفراغ تعملي حاجه مفيده فتره المراهقه وكده. دي كانت فكرتهم ان احنا نمارس الرياضه. انا حتى قعدت اول 4 سنين او لما بدات العب ما بحققش حاجه خالص يعني ما جبتش ولا ميداليه اول 4 سنين. كنت بلعب كاتا وانا ما كنتش كويسه في الكاتا من 6 سنين ل10 سنين. اول بقى لما عملوا 10 سنين بنات كوميتي دخلت بقى الكوميتي ومن ساعتها وانا الحمد لله. وكملتي بعد كده حققتي كتير جدا زي ما شفنا في التقرير. الفرق بقى بين ان انت بتلعبي في الناشئين والشباب وبعد كده انتقلتي لمرحله الكبار بقى، يعني احكي لي على ده، احكي لي عن البطولات اللي انت حققتيها في الفتره دي كانت ايه بقى؟ هي النقلة طبعا ما بين ده وده بتبقى نقلة كبيرة طبعاً. لان طبعا لعب الكبار مختلف تماما عن لعب الصغيرين والخبرات بتبقى اضعاف الاضعاف. بس يمكن الجيل بتاعنا كان محظوظ شوية في الحتة دي ان احنا من واحنا صغيرين كنا بنتمرن مع الكبار تمام، فكنا بناخد من خبرات الكبار يعني بنشوف الكبار بيتمرنوا ازاي وبنجري نقف قصادهم جوه التمرين عشان نكتسب من خبراتهم ونجري نلعب قصادهم فنفهم دماغ الكبار بتبقى ماشيه ازاي. فاكتسبنا الخبرات بتاعه الكبار في سن صغير. فلما جه ان احنا السن علينا ان احنا نلعب في الكبار فبقينا الى حد ما قادرين ان احنا نلعب في السن ده يعني ما واجهناش صعوبات كتير او بتكلم عليا انا بشكل شخصي يعني. انت حققتي اول ميداليه ليكي في الكاراتيه كانت الميداليه الذهبيه؟ ده كان دي كانت اول ميداليه حصلتي عليها ولا كان في قبلها حاجه؟ انا قبل ما العب اصلا في المنتخب في 2009 كنت بدات سفر دولي مع النادي الاهلي من 2007 كنت بلعب بطولات دوليه مع النادي الاهلي وكنت الحمد لله يعني ربنا بيوفقني وباجي فيها اول الحمد لله يعني. بعد كده بدات مع المنتخب في 2009 جبت ساعتها اول افريقيا واول بحر المتوسط واول كاس عالم وخامس في بطوله العالم. ماليزيا كانت 2011 دي الميداليه الذهبيه اللي دي انت اول ذهب في بطوله العالم في 2011 شبات. دي بقى كان احكي لي بقى عن الكواليس يعني لما دي كانت اول ميداليه ذهبيه تقريبا كانت اول ميداليه وكنت ثانويه عامه وساعتها يعني اي بقى ديبيت بيحصل في البيت بقى المصري ما بين انك بطل رياضه واقعد ركز بقى في مذاكرتك عشان تجيب مجموع وتخش كليه كويسه ده حال كل الاسر يعني بالظبط. فكانت ماما بتقول اقعدي وبابا كان سايب الموضوع ان يعني قرارك في الاول في الاخر قرارك بس تكوني قد القرار اللي هتاخديه. عملتي ايه بقى؟ قررت ان انا هكمل في الناحيتين وهشد حيلي على قد ما اقدر وربنا ان شاء الله هيكرمني فالحمد لله. جبتي كام في الثانويه العامه بالمناسبه بس؟ جبت 97.4 ان شاء الله. ده اللي دخلك صيدله؟ ده اللي دخلني صيدله. وعرفتي تعملي الحاجتين اصعب من بعض، ثانويه عامه ومستقبل ومصير، والكاراتيه بدأ فيه من زمان ما ينفعش نوقف. ما هي بقى الكواليس كانت صعبه يعني مثلا انا كنت علشان طبعا طول الوقت كنت في دروس فمثلا انا بخلص دروسي الساعه 11 فكان الكابتن بتاعي بيظبط مواعيد التمارين ان مثلا نبدا التمرين الساعه 12 بالليل او 1 بالليل ابدا تمرين. وكان يعني ربنا يبارك لهم شويه من زمايلي كانوا بييجوا اللي هم الولاد بالذات كانوا بييجوا الساعه 1 دول عشان يتمرنوا معايا عشان انا استفيد. وفي الطريق اصلا وانا رايحه من الدرس للتمرين انا معايا الكتاب في العربيه وفاتحه لمبه العربيه وبذاكر في الطريق لان ما عنديش وقت تاني اذاكر. انا يا اما في التمرين يا اما في الدروس فبذاكر في الوقت ده. مين اللي علمك كده ان انت يعني نقول ايه تنظمي وقتك؟ لا مش تنظمي وقتك بس، لا استنى، لا ان انت يعني
يبقى عندك الطموح ده أو الإصرار ده إن أنت تكملي. يعني واحدة غيرك ولعبت كاراتيه، يعني ما يعني لعبة صعبة أكيد، هتقول لك لا خلاص بقى أذكر أركز في مستقبلي وكده كده. يعني أنت مخطوبة دلوقتي صح؟ وهو عايزك تبطلي تقريبا، ده اللي حسيته منه، حسيت تحت الهوا كده إنه عايزك تبطلي. وأنت هتعتزلي بعد طوكيو؟ أنا ده كان قراري من قبل الخطوبة أصلا. ليه بقى؟ عشان يعني انا يعني من ساعه ما اتخرجت طبعا، يعني زي ما بقول لك احنا من كتر الوقت اللي بنضيعه مضغوطه قوي، مضغوطه طبعا وما عنديش وقت كمان ان انا اشتغل. يعني انا لحد دلوقتي لسه ما اشتغلتش بصيدله، فكان في حاجات تانية، اهداف تانية في حياتي انا عايزه ابص لها يعني. فكان قرار الاعتزال بعد اولمبياد طوكيو ده كان قراري من الاول. موضوع الخطوبه ده بقى له 10 ايام بس، يعني ما بقاليش كتير. حبيبتي يعني مبروك، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. بس هو داعم جدا للفكره، يعني هو اكتر حد بيدعمني ان انا اكمل. هو مش عايزني ابطل يعني فعلا. هو شايف انا بحسبه قراره هو، او متضايق شويه من ان انت فعلا مشغوله ما عندكيش وقت، التدريبات بتاخد منك ساعات وقت طويل جدا، فده اكيد هياثر على يعني لو في مشروع جواز يعني ان شاء الله قريب قوي. صح مظبوط. يعني هو لا هو بصراحه عايزني ان انا اكمل، بس يعني هو قراري انا واخداه من قبل ما والله اولمبياد طوكيو لما اتاجلت سنه اثر عليك ازاي؟ عشان موضوع كورونا طبعا. يعني طبعا كان بالنسبه لنا يعني مش هنقول احباط، بس يعني كسره كده السنه ان هو ايه، يعني كان خلاص بقى احنا بنعد بقى لنا فتره كبيره وخلاص تستعد. يعني احنا اون تراك وبقى لنا حوالي سنتين او سنتين ونص في الاعداد وفي بطولات التاهيل وكده. فان البطوله كلها تتاجل، ومش فتره بس، تتاجلت سنه كامله. يعني كان قرار بالنسبه لنا صعب، فكره ان لسه هنكمل على اللي احنا فيه ده سنه كمان. طبعا هتبقى ضغطه اكتر من قبل كده. بس ده يخليكي تاجلي مشروع الجواز ولا لا؟ ولا ما احنا مأجلين. هنأجل طبعا. هتأجلي سنه؟ هأجل سنه بسبب موضوع تاجيل اولمبياد طوكيو. والله موافق؟ هو بيني وبينك ما بيشوفش، بيحضر دكتوراه في هندسه، مش شايفنا. قولي بصراحه. هو بيحضر كمان دكتوراه في هندسه، فهي جايه في مصلحتنا احنا الاثنين. اكتر شخصيه اثرت عليكي في اللعبه دي تعتبريها قدوه في حياتك مين؟ في اللعبه كممارس للعبه دكتور مهند مجدي، عضو مجلس اداره الاهلي. وفي حياتي عامه كانت والدتي. يعني والدتك هي اللي شجعتك، هي اللي خلتك تستمري، هي اللي خلتني استمر، وهي اللي يعني تعبت معايا. يعني هي اللي كانت من واحنا صغيرين بقى تودي التمارين وتجيب من التمارين، ولدرجه ان هي اوقات كانت بتنام على الكرسي من كتر الاجهاد مستنيه اخلص تمرين. ولحد دلوقتي يعني انا كبرت بقى عندي 26 سنه، لحد دلوقتي هي بتيجي معايا التمارين وتتابع، وبعد ما اخرج لحد دلوقتي بتعمل كده. ومن كتر بقى ما اتفرجت عليا بقى عندها بقى خبره في اللعبه، فبعد ما اخرج من التمرين تقول لي انت النهارده ايدك ما كانتش سريعه، رجلك كانت عايزه تعلى شويه لفوق. فهمت في اللعبه. فهمت. يعني لو دخلت تلعب هتلعبها يعني. بالظبط كده. فهي اللي بتيجي معايا عشان تشوف الاخطاء بتاعتي فين وتبدا ان هي تعالجها لي يعني. انت ان شاء الله كمان داخله على بطوله مش سهلة، وأولمبياد طوكيو برضو صحيح اتأجلت لسنة، بس مشوار صعب محتاج استعداد خاص. بتعملي ايه في الفترة دي؟ بتحضري نفسك ازاي؟ احنا طبعا الفترة اللي فاتت كان في حالة توقف في النشاط على الناس كلها طبعاً. مش علينا احنا بس. فكنت بحاول ان انا احافظ على قد ما اقدر على لياقتي بالتمرين في البيت. على قد ما اقدر شوية مرن مع نفسي في البيت، شوية على يعني على النت كده مع المدربين بتوعي، نبقى فاتحين الكاميرا وهم بيقولوا لي او بيوجهوني جوه التدريب. من فتره بسيطه النشاط رجع تاني، بدات انزل التدريب. بناخد طبعا بالنا من الاجراءات الاحترازيه بتاعت ان احنا نعقم الصاله اللي احنا بنتمرن فيها، ناخد بالنا وكده. بدات تنزلي تتدربي؟ بدات انزل يعني لان لازم بقى خلاص، ما ينفعش نقعد اكتر من كده يعني. 2016 كان في برونزيه. 2018 هي دي اللي اهلتك للاولمبياد؟ لا، بس كان عليها بوينتس كتير ساعدتني ان انا. ازاي؟ احنا نظام التاهيل عندنا ما فيش بطوله معينه لو جبتيها تتاهلي منها. احنا هي مجموعه بطولات بتتلعب، كل بطوله ليها بوينتس معينه او سكور معين، وهي ان احنا بقى بنلم نقط لحد ان احنا نبقى ضمن اول اربعه جوه حاجه اسمها الاولمبيك رانكينج او رانك الاولمبي. اول اربعه منه دول بيتاهلوا دايركت لاولمبياد طوكيو. بقيه العشره بيجوا عن طريق البطوله المؤهله دي، بتاخد منها ثلاث لعيبه كمان، وثلاثة بيجوا بالكارت الدولي. حلو قوي. بعد كده دي اللي خلتك تاخدي البرونزيه.
صح، هي دي خدتي فيها، دي حصلتي عليها على بطوله العالم الاخرانيه. بعد كده حصلتي على بطولات تانية بقى. صح، دي كانت سنوات كام؟ من بعد 2018 على طول كنا بنلعب تقريبا بمعدل كل شهر او شهر ونص بطوله، سواء كانت الدوري العالمي او بطوله اسمها سيريس اي، دي كانت البطولات اللي ليها نقط داخله في الرانك الاولمبي. اغلى بطوله لقلبك ايه؟ بطوله عام 2014. اشمعنى؟ لان كانت اول سنه ليا العب بطولات عالم كبار، وكنت اصغر لعيبه في البطوله هي كلها. هي دي اللي احنا بنعرضها على الهواء؟ دي 2014. وكنت اول يعني اصغر لعيبه في البطوله كلها. مش كان عندك كام سنه؟ 2014 كنت لسه حوالي 18 سنه يعني. والله مش كتير يعني. 18 سنه تقريبا. وكان كمان مفيش اي بنت جابت ذهب في بطولات العالم الكبار قبل كده، فهي كانت للانسات. فكانت بالنسبه لي بقى حلم، يعني اللي هو نفسي ابقى اول واحده تعملها. والله يعني. الحمد لله ربنا كرم سعيد. دي الاقرب ليكي، لكن الاصعب بقى، الاصعب في خلال مشوارك كانت انهي بطوله؟ بطوله العالم 2018. لان كان قبلها ظروف صعبه شويه، ان احنا سنه 2000 احنا بطولات الكبار عامه في السنوات اللي هي زوجيه 2016 2018، فبيبقى دايما في سنه في النص موسم الناشئين والشباب، فغالبا ما بيبقاش عندنا بطولات كتير. فكانت سنه 2017 هي السنه دي، صادف كمان ان هي كانت سنه انتخابات، فما كانش في تركيز مع المنتخب الكبير. فقعدنا سنه كامله او سنه وثلاث شهور بعيد عن المنافسات. فكان الرجوع كان صعب، وكانت ناس كتير مش مصدقه ان احنا ممكن نرجع تاني، او لدرجه ان هم كانوا بيقولوا خلاص الكبار او التيم الكبير ده راحت عليه، نطلع تيم تاني من الصغيرين. فكنا بقى بننافس في كذا حته، بتنافسي نفسك ان انت ترجعي لمستواكي تاني، وبتنافسي الناس اللي حواليك ان انت تثبتي لهم ان انت لسه كويسه وان انت لسه موجوده وان انت تقدري. ده غير ان انا كنت يعني من 2011 ما كنتش نزلت من على البوديوم بتاع بطولات العالم، فما كنتش عايزه ان ده يحصل في 2018. فهي دي كانت الاصعب يعني بالنسبه لي. حققتي طموحاتك داخل النادي الاهلي ومع المنتخب ولا لسه؟ الحمد لله حققت حوالي 90% منها، ناقص بقى 90% ان شاء الله. ناقص اخر حاجه بقى بتاعت السنه الجايه ان شاء الله. انت كرمتي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. مظبوط. صح، ده كان امتى؟ دول كانوا ثلاث مرات. ثلاث مرات من رئيس عبد الفتاح، ومره من سيد انتصار السيسي. والله دي كانت امتى؟ سيد انتصار كانت في مؤتمر المراه في يوم المراه العالمي. تمام. وسيد الرئيس كان في 2016 عام الشباب، وفي 2018 بعد دوره العاب البحر المتوسط، و2020 2019 بعد دوره الالعاب الافريقيه. فاكره اي مواقف حصلت اثناء التكريمات دي؟ يعني في حاجه، يعني في حد قال لك حاجه، في موقف ما تنسهوش وانت رايحه على التكريم؟ تفتكري ايه اللي جه في بالك ساعتها؟ كل اللي جه في بالي يعني الحمد لله ان انا عملت انجاز استحق ان انا اتكرم من اعلى حاجه في الدوله اللي هي رئاسه الجمهوريه. فالحمد لله كنت مبسوطه وكنت بشكر ربنا وبقول يا رب يعني زيد كل الناس مش انا بس يعني. طيب، في جماهير الاهلي معانا محضرين لهم يعني او محضرين لك انت يعني تقرير كده بيتكلموا فيه عنك. هنشوف الكلام ده ونرجع تاني. يعني جانا فروم معروف عنها ان هي يعني كانت من وهي صغيره بطله حقيقي يعني، وهي امتداد طبعا لابطال كتير خارجين من النادي الاهلي، وبنبارك لها تاني وتالت ورابع. بقول لها الف مبروك ويا رب دايما من نجاح لنجاح، واتمنى ان انا اشوف بنتي زيك كده في مكانه كويسه وفي اخلاقك وفي نجاحك، والف الف مبروك. باين اللي هيبقى ليها مستقبل باهر يعني، هي واضحه من الاول يعني. ربنا يوفقها يا رب وربنا يكرمها ان شاء الله. وحاجه جميله جدا انها شرفت النادي الاهلي، خصوصا انها اخذت بطوله العالم، وده انجاز كبير جدا في الظروف اللي احنا فيها. شرف كبير جدا لمصر كلها يعني، والنادي الاهلي طبعا خاصه، ان بطله زي دي تاخد بطوله بالحجم دوت. بنت من بناتنا وما شاء الله عليها يعني،
وان شاء الله يعني من تقدم لتقدم ومن بطوله لبطوله باذن الله. انت شرفتينا كلنا وشرفت مصر بالكامل. جانا شرفتنا طبعا، وبطوله كبيره طبعا لمصر وللنادي الاهلي. والله ربنا يوفقك، وده انت عملتي حاجه انجاز مهم جدا، شرف لينا كلنا، وان شاء الله نتوقع يعني اكتر من كده كمان، واستمراريه في البطوله نفسها. يعني اقول لها دايما دايما يعني انت اكيد متفوقه دراسيا زي ما متفوقه في رياضيا برضو، فباذن الله باذن الله برضو في المستقبل هيبقى احسن واحسن بالنسبه للحياه العمليه والحياه الرياضيه باذن الله تعالى. يا ريت تكوني كده تستمر على هذا الفوز باستمرار، وتبقى فخر النادي الاهلي وفخر مصر وفخر البلاد العربيه كلها طبعا ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله عليكي، بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يوفقك دايما ودايما رفع اسم مصر واسم النادي الاهلي، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. اقول لها طبعا كملي، وكاراتيه وكل الالعاب الفرديه طبعا لا تقل اهميه عن الالعاب الجماعيه، بل هي طبعا من الالعاب المميزة وبتعلم الدفاع عن النفس. ما شاء الله عليك، يعني ربنا يوفقك دايما وتنجحي في كل مجالات حياتك كده زي ما رفعتي اسمنا ورفعتي اسم النادي الأهلي، وأتمنى أن أنا أشوف ولادي زيك كده يا رب. وبعدين بتقعدوا بقى تضربوا بعض بقى وكده بجد حقيقي، وبتعوروا بعض ولا ايه الموضوع؟ وبعدين بتزعقوا ليه؟ يعني بحس ساعات مع كل ضربه في كده يعني بتطلعوا صوت يعني صيحة. في اصوات ايه صايحه ليه؟ يعني اولا انا بسمي الكاراتيه من الالعاب القتاليه الغير عنيفه، انا دايما بقول الغير عنيفه، لان يعني احنا المفروض ان في الرولز بتاعتنا ممنوع ان انت تلمسي اللاعب اللي قصادك، المفروض ان المسافه ما بين اللاعب والضربه تبقى 10 سنتي او لمس خفيف. ده للاعب، لكن لو حصل لا قدر الله لا قدر الله حد ضايقك واستعملتي الرياضه دي للدفاع عن النفس، واغلب البنات لما بتلعب الرياضه دي يعني كتير من الامهات او اولياء الامور يقول لك عشان تعرف تدافع عن نفسها. انت الحمد لله بتقولي لي تحت الهوا انا ما تعرضتش لموقف يعني خلاني اتعامل بالرياضه دي، يعني اتعامل يعني بعنف مع حد يعني، صح؟ الحمد لله الحمد لله. لا ما تعرضتش لموقف، بس علميني حركه حاضر. اعملي لي كده اي حركه نتعلمها منك دلوقتي اي حاجه كده سهله. مش عارفه يعني لو حصل لي اي حاجه كده يعني انا بقف اعيط. بجد يعني ما اعرفش، ما جربتش اتحط في موقف زي ده بصراحه، ف بس في زمايلي اتحطوا في موقف زي كده وعرفوا يتصرفوا، يعني فعلا عرفوا يستخدموا الكاراتيه فعلا. كلمه حابه تقوليها في النهايه واحنا بنختم معاكي؟ اولا تشرفتيني جدا، مبروك الخطوبه يا رب وربنا يتمم لك على خير يا رب ان شاء الله. كلمه حابه انت توجهيها لجماهير الاهلي دلوقتي تقولي لهم ايه؟ طبعا حابه اقول لهم ان لولاهم يعني احنا اي لاعب في النادي ما كانش وصل لحاجه في الاول. طبعا يعني جمهور الاهلي ده هو ظهرنا في الاول في الاخر، صح؟ هم اللي عشانهم وبسببهم احنا بنعمل الانجازات دي وبنوصل اللي احنا بنوصله ده. احنا لو مش لاقيين ناس بتشجعنا هنحبط وهنقعد كل واحد في بيته، محدش هيعمل حاجه وخلاص. ما انت مش لاقي تقدير من حد او مش لاقي ان في حد بيبقى مبسوط بالانجاز اللي انت بتعمله فهنقعد. فهم طبعا الدعم الاول للنادي الاهلي، وطبعا حابه اشكرهم على وقفتهم جنبي السنين اللي فاتت. يعني ربنا يوفقك وان شاء الله يا رب تحققي كل امنياتك. انت شرفتينا النهارده في البيت الكبير يا جيانا. ميرسي، ربنا يخليك. بعد الفاصل عيله اهلاويه جدا، اتفضل.